طبعا احنا البحرين تعودنا كل سنة عن سنة السباق يصير افضل من اللي كان عليه من ناحية التنظيم ومن ناحية السباق نفسه. دائما نشوف المفاجآت في البحرين، فالبحرين ما شاء الله الكل راح يتكلم عنها اليوم وباشر طبعا في السباق، لان ما حد يدري ايش قاعد يصير من ناحية من اللي بيكون سريع، من اللي راح يبين انه هو راح ينافس حق البطولة. دائما تلاقين الجمهور متشوقين، المذيعين متشوقين في كل العالم اللي بيصير في هذه الحدث اللي احنا بنحضره ان شاء الله. فشيء جميل طبعا ان البحرين تستضيف مثل هذا الحدث، عرف الناس على البحرين، وخاصة يوم تغير توقيت السباق إلى سباق مسائي، فقدروا الناس يشوفون البحرين بشكل غير عن قبل، بس يشوف السباق ويمشي. نعم سيد صلاح، تحتفل البحرين هذا العام بمرور عقدين على استضافة سباقات الفورمولا 1، وخلال هذين العقدين استطاعت أن تثبت نجاحا في على مستوى التنظيمي، على مستوى الجماهيري والحضور. كيف ترون هذا النجاح خلال 20 عاما؟ شيء أكيد طبعا التعاون بين كل الأطراف، من ناحية المارشلز، من ناحية الشرطة، من ناحية إدارة المرور، التنسيق اللي قاعد يصير مو بشيء سهل ولا بشيء يعني سهل التعامل معه، لأن مثل ما أنت عارفة الأعداد اللي جات والسيارات اللي جاية من سواء من الخليج أو الأجانب اللي جايين مثلا ومأجرين سيارات، فالحركة المرورية ما راح تكون حركة عادية. نشكرهم على جهودهم صراحة الجبارة اللي تخلي كل شيء يمر بسلاسة. يعني أنا حضرت كذا سباق برا، وعلشان توصلين الحلبة الوقت اللي ياخذ لك في السيارة يمكن 2 أو 3 ساعات في ازدحام. ما نلاحظ هالشيء في البحرين، كله بسبب التنسيق بين الحلبة وبين كل الأطراف اللي يخلون كل شيء يمشي بأحسن، خلينا نقول سلاسة. نتحدث عن كما ذكرنا عقدين من استضافة السباق، كيف تنظرون انعكاس ذلك على حتى المعرفة الجماهيرية هنا في البحرين؟ أصبحت من الرياضات التي ذات شعبية. طبعا السباق اول ما ابتدى في البحرين مو كثير من اهل الديره يعرفون عن السباق، بس اليوم تشوفين لا بالعكس، تشوفين ناس يعرفون حتى اسامي المتسابقين، اسامي الافرقه. قبل اتذكر كانوا يعرفون اسم او اسمين اللي يطلع في الجرايد مثل شوماخر وفراري، بس الحين تلاقين مثلا الجمهور متشعب في الرياضه وعنده طموح ان هالفريق يصير احسن، وعنده طموح ان هذا المتسابق ينتقل الى فريق ثاني، فصار عندهم الخلفيه عن السباق، مو بس يعني انه هو حدث وبس بروح، لا رايح متعني لانه يبي يشوف ايش بيصير. فهذا شيء يعني وايد حلو الصراحه. واخر 20 سنه مثل ما قلت لك كل سنه نلاحظ تطور احسن من السنه اللي فاتت، وهذه يعني كلها من جهود الطاقم اللي قاعد يقوم بهذه الأشياء، قايم بالواجب وأكثر الصراحة.